ده احنا بنلعب فولي بيست اوف 5 يعني خمس اشواط. الاقدر والاحسن واللي انا بحس ان هو اللي هيكسب، مفيش تراجع ولا حاجه. يعني ممكن جدا ان احنا كنا نخسر الجيم الرابع كمان. الحمد لله انا عندي لعيبه خبره عاليه جدا، قدروا ان هم يحسموا الشوط الثالث والرابع، حتى الاول كلهم تحت ال 20. فوفرت سوحلي فرقه كويسه جدا، الحمد لله رب العالمين قدرنا نحسم الماتش. انا الحمد لله هو ماتش قوي، ما كنتش قلقان، لكن الفرقه خدت يعني في حصل شويه استفزاز كده شويه في الجيم الرابع بالذات من اللعيب المحترف بتاعهم، اللعيبه اتشدت شويه. طبعا الحمد لله رب العالمين على الفوز، اهم حاجه دي اهم حاجه. بدينا بدايه كويسه جدا وعلى الاروع. الشوط الثاني حصل بعض اخطاء في الارسالات واستقبال كل اورا ادت لخساره الجيم عندنا. الجيم الثاني الحمد لله رب العالمين تداركنا الموقف في الجيم الثالث والجيم الرابع الحمد لله، وطلعنا المباراه لبره الامان الحمد لله رب العالمين. ده اهم حاجه وده مهم جدا ان انا اكسب بالسيمي فاينل 3-1 او 3-2، اهم حاجه اطلع الفاينل. الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا بالفوز. طبعا الف شكر ليكم بحماسكم النهارده وتعبكم معانا من اول بطوله، وعلى قد ما تقدروا بتيجوا، وبقول لهم الف شكر ليكم، مستنيينكم في النهائي ان شاء الله رب العالمين بروحكم بحماسكم بتشجيعكم دوت ان شاء الله رب العالمين هنفرحكم ان شاء الله رب العالمين ونرفع كاس افريقيا المره الثالثه على طول باذن الله.